عسلمة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مبروك خليرت، وحييكم من منصة كوسموس ميديا. برشا منكم تواصلوا معنا مؤخرا يسألوا على الكونكور متاعنا سيني كليما 2024. حبيت نعطي شوية توضيحات باش الفكرة توصل لكم وباش انتوما تفهموا دو كوا ساجيتي ليكزاكتومون. ألوغ، أولى المراحل هو أنكم انتوما تبعثونا الكونديداتور متاعكم، وما تنساوش الكونديداتور تتسكر نهار 12 جانفي نصف الليل بالضبط. المرحلة اللي بعدها باش تكون نهار 25 26 و27 جانفي، باش يكون ان اتوليي بور لو ديكوباج تكنيك دو فو زيدي. شنو معناها؟ معناها باش نطوروا معاكم الافكار نتاعكم باش نحضروها للانجاز والتنفيذ. هذاك علاش باش تكونوا موجودين معنا في الاكاديمي دولار دو كارتاج، باش نحاولوا نعملوا لي ديكوباج نتاع لي فيلم نتاعكم، اذا كانوا هما افلام وثائقيه ولا روائيه والا افلام تحريكيه والا زاده سبوت دو سونسيبيليزاسيون. المرحله اللي بعد باش تكون الفيلم نتاعكم اللي باش يتم تنفيذه واللي باش يشارك في الدوره التاسعه لبانوراما انترناشونال شورت فيلم، اللي هو مهرجان الافلام القصيره اللي باش يكون في شهر فيفري الجاي، واحنا باش نحاولوا نعملوا ان بانيل دو ديسكوسيون وبروجيكسيون للافلام الكلها، ولكن واحد بركة من الافلام هذية باش يكون هو الفائز بجائزه المهرجان الايكولوجيه 2024، وباش يتعدى للفينال مع الأفلام الأخرى. هذه أول مبادرة في إقحام السينما البيئية في بانوراما انترناشونال شورت فيلم. دونك ما تنساوش ابعثونا الأفكار متاعكم، مش يكون معاكم فريق باش يرافقكم في الإنجاز، باش يكون عندكم على ذمتكم أيضا ليكيبمون متاع الأكاديمي دولار دو كارتاج، وكذلك فريق العمل متاعكم النجم، وأحنا نعاونوكم في أنه يكون في ناس مختصة في مجال السينما تسهر معكم على إنجاز الأفلام متاعكم. وهذاك علاش نقولوكم على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نستنيوكم ابعثونا المقترحات متاعكم، وما تخافوش احنا معاكم لآخر المهمة اللي هي نشر الأفلام متاعكم في منصتنا البيئية كوسموس ميديا.